شكرا السيد الرئيس. يود وفد بلادي التعبير هنا عن موقفه تجاه البند 128 دي المعروض أمام الجمعية العامة ومشروع القرار الصادر بالوثيقة رقم A/73/L.23 والمعنون التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كما تعلمون أيها السادة، فقد كانت بلادي الجمهورية العربية السورية في طليعة المؤسسين لجامعة الدول العربية في آذار من العام 1945، أي قبل تأسيس الأمم المتحدة. حينها قرر مؤسسو جامعة الدول العربية أن يعهدوا لها بمهام ومسؤوليات عديدة، في مقدمتها الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء وتحقيق التعاون بين البلاد العربية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وكذلك صون استقلال البلاد العربية وتحقيق مصالحها، وتحرير البلاد العربية غير المستقلة، وكذلك التعاون مع الهيئات الدولية لصون السلم والأمن الدوليين. ورغم ما شهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط من تطورات هامة وتحديات كبيرة، كان في طليعتها احتلال فلسطين وتشريد الملايين من أبنائها، وكذلك احتلال الجولان العربي السوري، إلا أن جامعة الدول العربية بقيت عبر عقود تكافح وتسعى للحفاظ على دورها ومركزها ومصداقيتها كمنظمة إقليمية تجمع حكومات الدول العربية وتدافع عن حقوق ومصالح شعوبها الذين بطبيعة الحال تجمعهم وحدة الدم واللغة والمصير. وبقيت جامعة الدول العربية تعكس دور العرب التاريخي والحضاري والتفاعلي في إطار العلاقات الدولية. غير أن العقد الزمني الأخير شهد انتكاسة حقيقية في أداء جامعة الدول العربية، وهي انتكاسة خطيرة كانت ناجمة في الأساس عن أن حكومات عدد محدد ومحدود من الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وهي دول تملك موارد اقتصادية هائلة من عوائد النفط والغاز، حكومات هذه الدول قررت أن ترضخ لإملاءات ومخططات خارجية تتعارض مع المصلحة القومية العربية وتهدد مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي. وقررت ذات الحكومات في سبيل ذلك أن تسيطر على آليات العمل في إطار جامعة الدول العربية عبر ممارسات الاستقطاب المالي والسياسي، لكي تصفي خلافاتها السياسية مع دول داخل المنظمة وخارجها عبر تسخير آليات العمل فيها لصالح سياساتها وأجنداتها. نحن أيها الزملاء في الجمهورية العربية السورية أصحاب مبدأ، فلا نلقي الاتهام ولا التقييم جزافا، بل نتحمل مسؤولياتنا بكل جدارة، وحين نطلق الموقف ندعمه بالأدلة وبالوقائع والأسس القانونية. ولذلك فإننا حين نقول إن القرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2011، والقاضي بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، كان قرارا غير شرعي. وحين نقول ذلك فإننا نستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية الذي ينص صراحة على أن تعليق عضوية أي دولة عضو
لا يتم إلا في اجتماع على مستوى القمة وبإجماع الدول الأعضاء. وعلى هذا الأساس القانوني فإن الجمهورية العربية السورية تبقى ترفض هذا القرار المسيس ولا تعترف بأي آثار قانونية أو سياسية له. ونؤكد هنا أن مسؤولية التراجع عن هذا القرار إنما تقع على عاتق من خرق ميثاق جامعة الدول العربية حين اتخذه. الحقيقة الثانية التي قد لا يعرفها الكثيرون في هذه القاعة هي أن جامعة الدول العربية مدفوعة بطبيعة الحال خرقت ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة حين فرضت في تشرين الثاني من العام 2011 إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري. هي إجراءات ترقى إلى مستوى الحصار الاقتصادي في قطاعات عدة، أهمها القطاعات المالية والتجارية والمصرفية والاستثمارية، وكذلك قطاعات النقل والطيران والإعلام. لقد كانت تلك إجراءات عقابية ضد المواطنين السوريين الذين اختاروا أن يقفوا إلى جانب بلدهم وحكومتهم في مواجهة إرهاب ديني وهابي متطرف كان للأسف مدعوماً وممولاً من عدد محدود من حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وعلى هذا الأساس القانوني أيضاً فإننا في الجمهورية العربية السورية نبقى نرفض القرار الذي أجبرت جامعة الدول العربية على اتخاذه بفرض الحصار الاقتصادي على السوريين وندينه، ونحمل من اتخذه المسؤولية القانونية عن كل التبعات الاقتصادية والإنسانية والمالية التي يعاني منها الشعب السوري بسبب هذه الإجراءات إلى اليوم. في نفس الوقت فإن الجمهورية العربية السورية ستبقى تستذكر وتقدر عالياً أن عدداً معتبراً ومحترماً من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قد رفض التقيد بهذا الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري. الحقيقة الثالثة التي يعرفها الكثيرون هي أن الجمهورية العربية السورية استجابت في كانون الأول من العام 2011 لمبادرة جامعة الدول العربية بإرسال فريق من المراقبين العرب إلى مختلف المناطق في سوريا، وذلك على الرغم من معرفة الحكومة السورية بالنوايا السلبية المبيتة من قبل حكومات بعض الدول الأعضاء في تلك الجامعة. أما جزء من الحقيقة الذي قد لا يعرفه البعض فهو أن رئاسة جامعة الدول العربية في ذلك الحين وأمانتها العامة تجاهلتا ودفنتا التقرير الذي أعده رئيس فريق المراقبين العرب مطلع العام 2012، لا لشيء إلا لأن هذا التقرير خلص من بين خلاصاته إلى أن هناك قوى خارجية تعمل على التدخل السلبي في مسار الوضع في سوريا. إننا أيها الزملاء وأيها السيدات والسادة نستطيع أن نسرد الكثير من الحقائق عن القرارات والمواقف التي فرضت فرضاً على جامعة الدول العربية خلال السنوات الثمانية الماضية تجاه الوضع في بلاد سوريا، وهي قرارات ومواقف كانت بمحصلتها غير متوازنة وتعكس هيمنة حكومة دولة أو دولتين على آليات اتخاذ القرارات والمواقف في إطار عمل هذه المنظمة الإقليمية. في نفس الوقت فإننا نؤكد لكم بكل ثقة من على هذا المنبر أن السواد الأعظم من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
لا يزال غير موافق ولا ملتزم بهذه القرارات التي صدرت ضد سوريا بشكل يناقض موقف الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. إن الشعب السوري، وهي حقيقة رابعة، لن ينسى ولن يغفر لحكومات عدد محدود من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تدخلهم المشؤوم في الشؤون الداخلية لسوريا وتورطهم المباشر في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، واستقطابهم وتجنيدهم وتمويلهم وتسليحهم لعشرات الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإرسالهم للقتال في صفوف القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت هذه الحكومات تصفها زوراً بالمعارضة المعتدلة، وهي في حقيقتها مجموعات إرهابية تحمل ذات العقيدة الإرهابية المتطرفة التي تدعو إلى قتل الآخر وسلب ماله وأملاكه وتدمير منزله وحرق أرضه ومعمله. في هذا السياق، فإن وفد بلادي يعبر عن تحفظه المطلق على ما ورد في الفقرة 67 من تقرير الأمين العام الصادر بالوثيقة A/73/328 حول وجود اتصالات وتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فيما يتعلق بالحالة في سوريا، إذ لا ترى بلادي دوراً لجامعة الدول العربية في إطار الوضع فيها، طالما بقي هذا الدور مختطفاً وخاضعاً لسياسات وممارسات حكومات عدد محدود ولكن نافذ اقتصادياً ومالياً من حكومات الدول الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية، وهي كما أشرنا سياسات وممارسات لا تزال قائمة بكل أسف على الاستثمار السياسي والعسكري في الإرهاب الديني المتطرف وعلى إعاقة آفاق الحل السياسي للحالة في سوريا وعلى التدخل الهدام والخطير في الشؤون الداخلية لبلادي. السيد الرئيس، لقد عانت سوريا من إرهاب غير مسبوق في تاريخ الإنسانية ولا في تاريخ العلاقات بين الدول، ولقد دفعت سوريا أثماناً باهظة من دماء أبنائها ومن مكتسباتهم الاقتصادية والصناعية والزراعية، وهي مكتسبات أمضى الشعب السوري عقوداً طويلة وهو يسعى إلى تحقيقها. ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإننا نبقى في الجمهورية العربية السورية مؤمنين بأن جامعة الدول العربية قادرة على استعادة دورها ومصداقيتها إذا بدأت الآن بإجراء مراجعة جدية وشاملة لمسار عملها خلال العقد الماضي تحديداً، لكي تطلع هذه المنظمة الإقليمية من جديد بدورها ومسؤوليتها كمنظمة تمثل فعلاً المصلحة العربية الجماعية والأمن القومي الجماعي العربي. وفي هذا السياق، فإننا لا نزال نتطلع لأن تتعاطى جامعة الدول العربية بشكل بناء وإيجابي مع الوضع في سوريا، ونتوقع أن يتم ذلك عبر التعاون والتنسيق المباشر مع الحكومة السورية ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين والمهجرين وإعادة البناء وإنهاء الاحتلال الأجنبي لأراضيها. ختاماً، أيها الزملاء وأيها الأشقاء العرب، إن موقف بلادي ليس موجهاً اليوم ضد جامعة الدول العربية، فنحن كنا من أوائل مؤسسيها
سوريا كانت وستبقى عربية الهوية والانتماء بالأفعال والسياسات. موقفنا اليوم هو رسالة وموقف مبدئي نتخذه من منطلق الحرص على منظمة إقليمية مأمول منها أن تجمع الدول العربية لتحمي مصالحها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولها دون تمييز أو استثناء حتى لا يتخلف أحد عن الركب. لكل هذه الأسباب مجتمعة فإن الجمهورية العربية السورية تطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار الصادر بالوثيقة رقم A/73/L.23. شكراً السيد الرئيس. I thank the distinguished representative of the Syrian Arab Republic.